هاي ردهة الأنعاش. السلام عليكم. شلونك أستاذ ميثم؟ الحمد لله. أنا من الناس التزمون بالحجر الصحي. خلي يشوفون عندهم رجمات كنا هلس. عندك هسه مكان للأنعاش؟ والله عندي بس مكان واحد. خلي الحجر. بس مكان واحد، أتمنى من الناس التزمون بالحجر. خلي يشوفون الرجمات مال الأنعاش. خلي يشوفون الطرف أولنا. والله أمنية أمنية. أمنية بأن ينتبهون على رواحتهم، ينتبهون على بيتهم، ينتبهون على عوائلهم. خلي يشوفون شلون يكونون. يقولون ما فكرون. اختي فيها مجال تفوتين هنا؟ هاي الرتها مقبطه مال الانعاش؟ خلي نشوف مقبطه. هاي الرتها مقبطه مال الانعاش ويقولون كورونا ماكو، شلون ماكو كورونا؟ الله يحفظكم. مش شايفين ان شاء الله يا رب. مش شايفين ان شاء الله. الله يحفظكم. امين يا رب العالمين. يلا يقولون ماكو كورونا. هاي ولدنا الابطال، الله يحفظكم. الله يحفظكم ان شاء الله.